بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد ان شاء الله مع بعض دلوقتي حصة الكتابة والتنسيق والتحديد. بنفتح مع بعض مايكروسوفت وورد، بنلاحظ حاجة لازم ناخد بالنا منها، ان احنا لما نيجي نكتب لازم اولا نقسم لوحة المفاتيح الى قسمين، القسم الاول للايد اليمين والقسم الثاني للايد الشمال. القسم بتاع الايد اليمين بياخد من حرف الالف لباقي اللوحة من ناحية اليمين، قسم الايد الشمال بياخد من حرف اللام لباقي اللوحة لحد ناحية الشمال. بمعنى ان اللي هيكتبه ايد اليمين ما يخشش عليه الايد الشمال والعكس، علشان اعود نفسي ان ايدي الاتنين يشتغلوا واحدة بواحدة، بتعود وبكتب وبتزول من عندي المشكلة. ثانيا لما باجي اكتب باخد بالي كويس صباعي نازل على حرف النون، هل اللي انا عاوزه ولا لا. ثالثا ما بصش على الشاشه كل شويه لما بكتب حرف او التاني، انا هقضيها فرج على الشاشه وعلى اللي انا بكتبه، اكتب وبعدين بعد كده ابص بعد ما اخلص وانسى واشوف ايه الخطا واعدله واظبطه بعد تنسيق النص. نكتب مع بعض كده بعض العبارات، مثلا كتبنا مع بعض بعض الحاجات كده. عاوز انسق الكلام اللي انا كتبته ده. اولا انا قبل ما اكتب خدنا قبل كده ازاي نعمل ضبط الهوامش، وبعد ما نعمل ضبط الهوامش بناخد بالنا من شغل لوحة المفاتيح زي ما قلت، ايديا الاتنين بيكتبوا وعلى الاقل من مهلي واحدة بواحدة، ما بتعلم اماكن المفاتيح واحط في ذهني واخزن كل مكان مفتاح عشان ارجع له بسرعة بعد كده. ثانيا ما بصش على الشاشه وانا بكتب، حتى لو اخطات مش مشكله، هو هيحط لي خط احمر زي ما احنا شايفين تحت اي كلمه فيها خطا، وانا كده كده براجع الملف قبل ما اطبعه قبل ما اتعامل معاه. عاوزين ننسق الكلام ده. قبل ما ننسق لازم الاول نعرف طرق التحديد، لان الجهاز ما هيستجبش ليا باي امر من الاوامر الا لما احدد له الاول السطر اللي انا عاوز اشتغل فيه. آله التحديد ده موضوع كبير وله طرق عديده جدا وكتيره، ناخدها ان شاء الله مع بعضينا كلها كده. اول حاجة عشان نحدد سطر واحد بنقف كده قدامه ناحية اليمين والسهم ظاهر بالشكل اللي احنا شايفينه، ونضغط ضغطة واحدة بس بالماوس، او زي ما احنا شايفين بضغطة واحدة تم تحديد السطر. عاوز الغي التحديد بخش جوه اضغط ضغطة بالماوس بيلغي لي التحديد. عاوز اضغط اكتر من سطر برضو بنفس الكلام، بقف على السطر الاول بالضغط مع السحب بيحدد لي اكتر من سطر لحد ما اقف، سواء كان من فوق زي ما احنا شفنا او من تحت او من النص من فوق او تحت، كلها واحد. طب عاوز احدد كلمة واحدة، قال لي تضغط عليها ضغطتين اتنين بالماوس. عاوز احدد سطر، قال لي تضغط عليه تلات ضغطات. عايز احدد اكتر من سطر غير متجاور، يعني الاول والتالت والخامس والسابع، قال لي حدد الاول وبعدين اضغط على مفتاح كنترول باستمرار، خلي صباعك ضغط عليه وبالماوس اضغط على السطور اللي انت عاوزها على طول، هتشوف اهو بيحدد لك السطور اللي انت جيت قصادها ونقرت بالماوس. ده التحديد غير المنتظم. قال لي عشان تحدد الكل افتح قائمة التحرير واختار تحديد الكل، او من لوحة المفاتيح زي ما قلنا قبل كده اضغط على مفتاحين كنترول وبعدين ضغط على الاي من لوحة المفاتيح حدد لي برضو الكل اهو، او اقف هنا في اخر السطر واضغط معه اضغط مع السحب، او على اوله واضغط برضو مع السحب نفس الكلام. ده بالنسبة للتحديد بالسحب. طيب عاوزين نحدد بالشيفت، قال لي حط المؤشر في اول السطر او اخره،
انت عاوز تتحرك من الخلف للامام اضغط على الشيفت، وبعدين السهم اللي هيتحرك بينا من الخلف للامام من الاسهم الاربعه على طول بيحدد اهو زي ما احنا شايفين. طب عاوز العكس، انا هقف في الاول وعاوز اوصل للاخر يعني من اليمين للشمال، هضغط شيفت وبعدين السهم اللي رايح من اليمين للشمال هيبدا يحدد لي حرف بحرف زي ما احنا شايفين اهو. ممكن ارجع وانا لسه ضغط على الشيفت، بضغط على المفتاح العكسي هيرجع تاني يلغي التحديد لحد المستوى اللي انا عاوزه او الكلمه اللي انا عاوزها او السطر اللي انا ايه اللي انا عاوزه. ده التحديد. وقلنا قبل كده جهاز ما هينفذش اي حاجه ليك الا لما تحدده الاول، اهم حاجه خلي بالك منها، لان كتير من اللي بيتعلموا في بدايه الامر بينسوا موضوع التحديد وبيستغربوا ليه الجهاز ما بيستجيبش ليهم في التلوين والتكبير والتصغير والكلام ده. لازم نحدد اهو، عاوزين نشتغل على اول سطر اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، نحدده بالطريقه اللي احنا عرفناها ضغطه. عاوز طبعا الصحيحين زي ما احنا عارفين بتكون دايما في وسط الصفحه في النص. طب اروح على شريط التنسيق اللي احنا قلنا عليه قبل كده بينسق لي الكلام، بقف هنا بيقول لي ده توسيط بضغط عليه ضغطه، بقف هنا بيقول لي ده محاذاه يمين بضغط عليها ضغطه، هنا يقول لي محاذاه شمال، يبقى عندي ثلاث ازرار، ده يمين وده وسط وده شمال، بختار وسط. طب عاوز اخلي الخط عريض شويه اعرض من كده، نفس الحجم ما كبروش ولا حاجه بس عاوزه اعرض سنه من الباقي. عندي حرف البي عريض، حتى البي اختصار كلمه بولد يعني تخين او عريض، بضغط عليها ضغطه زي ما احنا شايفين، ضغطه يتخن الخط وضغطه ثانيه يرفعه اهو زي ما احنا شايفين ضغطه بضغطه. طب عاوز اخلي الخط مايل، قال لي اضغط على مفتاح الاي، اي اختصار ايتاليك يعني مائل، ضغطه واحده اهو يميله وضغطه يعدله مره ثانيه. طب عاوز احط تحتيه خط، اليو يعني اندرلاين يعني احط تحتيه سطر، بضغطه واحده يحطيه تحتيه سطر وضغطه ثانيه يلغي. عاوز اكبر الخط شويه، انا اعتبر الخط المثالي او الحجم المثالي للكلام هو الحجم 16، مثالي جدا للطباعه. عاوز اكبر من كده بصراحه بقى اميزها شويه يعني اخلي خطها اكبر من باقي النص، ممكن اخليها 20. طب عاوز اغير نوع الخط، يبقى احنا كده غيرنا حجم الايه الخط، هنا نوع الخط بفتح السهم ده وعندي السهمين اللي احنا شايفينهم دول بيجيب لي كل الخطوط بيعرضها لي اهو. اي خط باللغه الانجليزيه ده معناها ان هو خط يخص اللغه الانجليزيه بس، الخط اللي قدامه كلمه ابجد هوز معناها ان الخط ده يخص اللغه العربيه وان الكلمه اللي انت محددها هيكون شكلها زي شكل كلمه ابجد هوز اللي هو كاتبها لك. ده معنى الايه معنى العباره، معنى عباره ابجد هوز تاني ان انت لو اخترتها هيكون الخط اللي انت محدده نفس شكل الخط ده اهو بالظبط زي كده اهو. ده سبب كتابتهم لكلمه ابجد هوز. طب احنا بنفرز الخط زي ما احنا شايفين اهو، بنضغط وبنتحرك لحد ما نوصل للشكل والخط اللي احنا عاوزينه مثلا ونختاره زي كده على سبيل المثال اهو، او غيره مثلا زي ده. ده بالنسبه لايه للتنسيق. يبقى احنا حددنا وبعد كده عملنا توسيط، خلينا الخط تخين شويه خليناه مايل، حطينا تحتيه سطر، كبرناه، غيرنا نوعه بالشكل اللي احنا شايفينه، نصغر شويه عشان لا. طب طالما حصل كده انا صغر الخط شويه عشان السطر ياخد كل الكلام اللي فيه اهو. طب شكل المايل وحش مش حلو، بلغي المايل، اشيل السطر، بلغي التعريض اهو، ادي الكلام. طب مش مستحب ان انا اخلي كل الخطوط غليظه في النص والصفحه بتاعتي، المفروض يكون غليظ وتخين شويه، العنوان الرئيسي والعناوين الفرعيه تكون اقل منه شويه صغيرين، وباقي الخط يكون شكله طبيعي بالشكل اللي احنا شايفينه، حجمه 16 وحجم العنوان الفرعيه 18 وحجم العنوان الرئيسي 20، يعني ده 20 وده هنخليه مثلا نوع غير ده غير موجود قدامنا، ونخلي حجمه 18 كانه عنوان فرعي، واخلي محاذاه شمال اهو، ده حجمه 20 ده حجمه 18 ده حجمه 16 اهو، الحجم هنا اهو اللي بحدده بيظهر لي حجمه هناك، ده 20 وده 18 وده، يبقى العنوان الرئيسي حجمه اكبر شويه، العنوان الفرعي بين النص وبين العنوان الرئيسي، والنص نفسه بيتكتب بحجم 16. ده بالنسبة لتنسيق الكلام. يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا محاذاة يمين من هنا، وهنا محاذاة شمال، ومن هنا هنا محاذاة شمال، وهنا توسيط. من البي بخلي الخط عريض، من الاي بخلي الخط مايل، من اليو بعمل تسطير تحت الخط. من السهم اللي قبل 16 ده او قبل 12 او اي ما يكون الرقم، من حجم الخط بختار حجم الخط، عندي المسطرة اهي حد 72 اخر حاجه. طبعا احنا قلنا ممكن نكبر اكتر من كده لو احنا حددنا وضغطنا كنترول اكبر من لوحه المفاتيح زي ما شفنا الحصه اللي فاتت. طب عاوز اغير نوع الخط، بفتح السهم ده بتاع الخط واختار نوع الخط اللي انا ايه اللي انا عاوزه.
عاوز اغير اللون، عندي تغيير اللون مكانين. ادي اول مكان اهو، بضغط على السهم ده بيفتح لي لوحه الالوان، بختار اللون اللي انا عاوزه بضغطه واحده عليه، او ان تحت هنا اهو نفس الكلام نفس الامر بالظبط، بضغط واختار برضو اللون اللي انا ايه اللي انا عاوزه. ده بالنسبه لتغيير لون الخط. ممكن اخلي بسم الله الرحمن الرحيم مثلا باللون الاحمر، وباقي الكلام بلون تاني مختلف وليكن البرتقالي، ماشي، حسب طبعا ذوق اللي بيشتغل وحسب راحته. وطبعا ناخد بالنا ان لو احنا بنلون الوان وهنطبع اسمر، الالوان دي هتطلع باهته، تطلع رصاصي، فلازم طالما هنطبع على طبعه سمراء نخلي كل الخط لونه اسمر. لكن لو الملف هيفضل على الجهاز ما هيطبعش، ممكن الون زي ما انا عاوز طالما ما هطبعش. ده بالنسبه للتنسيقات الاوليه للنص. كتبنا وعملنا عمليه توسيط وبدانا نكبر ونصغر ونحط سطر ونميل ونخلي الخط تخين ونلون، دي كلها بدايات عمليات التنسيق في برنامج وورد.